خريجٌ في العالم راح كعينا مبيض. نحن الخريجين الغير المحاضرين اليوم طلعنا نطالب بحقوقنا بعد ما تم يعني خلصنا كل الحلول ويا وزارة التربية ويا مجلس المحافظة اللي هم اللي يومهم تتم التعيينات، يعني طالبنا انه يشملونا ويا المحاضرين. لحد الان ما حد اجى وقال شنو احنا مصيرنا الخريجين ببقية الاقسام، يعني تخرجون الكليات بالالاف وتعينون بس اثنين وثلاثه، هاي يعني انصاف هذا؟ احنا اليوم طلعنا حتى نريد انصاف بحقوقنا احنا كخريجين، ما معقوله يعني تتخرج الالاف وتعينون ثلاثه واثنين، يعني هاي البقيه وين يروحون؟ والله صار لنا سنه نتظاهر وعندنا مطالب واي جهه يعني اي جهه ما جابت ويانا، لذلك مستمرين بالتظاهر. ابدا حتى الجهات اللي تقابلنا مره، المره الثانيه ما ترجع تقابلنا. والكتب اللي نقدمها ما نعرف ردودها، يا ما تجي ردود يائسه، ما بيها اي امل لكل خريج. اكو نقطة ثانية، انه انت لا تقول انا مكتفي بالكوادر، ما احتاج كمانة، انا عندي دليل انه المدارس باقية ناقص عدها، ما عندها كوادر تدريس، وهذا الدليل يرشحوننا المدراء، كل الخريجين الموجودين عندهم ترشيح، يريدوا المدراء مال المدارس يردونهم، يعني مطلوبين، هاي يرشحني يقول لي انا محتاج مدرس اريده يدرس بمدرستي، ناقص عدي، انا قسم رياضيات من الاوائل، واسولف لك قسم انجليزي وقسم عربي وقسم جميع الاقسام مال التربيه والتربيات المسانده الها. زين انت اذا مدارسك عندها نقص وانت خريجينك قاعدين بالشوارع جاي يتظاهرون، ليش ما تطلع بامر لهم؟ انت ليش ما تطلع لهم بامر؟ رايح تتبرع لي بسبع مليارات ونص الباقي الدول، ومخلي خريجينك ومخلي طلاب الفقراء خطيه ما عنده امكانيه يروح يدرس مدرسه اهليه. يرجع للحكوميه نقص كوادر، هذا دليل انه نقص كوادر، هذا مدير مدرسه مختومه، نقص كوادر عنده. زين انت ليش تسوي هاي التفرقه؟ خطواتنا التصعيدية منا وهيك صار لنا سنة الظاهر مع بقية محافظات، اعطينا شهيد هو شهيد من الديوانية الشهيد عباس الموسوي، لذلك احنا خطوتنا تصعيدية منا وهيك محافظات بدأت تطلع نسبة خيام، احنا ببغداد منا وهيك يا حكومتنا الرشيدة تلبى مطالبنا، إذا ما تلبت المطالب هناك حيكون تصعيد من قبل خريجين كليات التربوية، لذلك يا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نطالب منك، أنت بقت لك هاي الفترة الأخيرة، انصف ذول المظلومين، الخريجين أبنائك، هناك مادة 130 فقرة خامسة سوينا استثناء من خلالها، احنا لهاي الخريجين طلعنا صارنا سنة الظاهر، ما حد بحالنا، وزارة التربية تشمرنا على مجلس محافظة بغداد، مجلس محافظة بغداد يشمرنا على وزارة التربية، وزارة التربية تشمرنا على رئاسة الوزراء، لذلك احنا مطالب يا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ويا وزاره التربيه احنا نطالب باستثناء منك يا مصطفى الكاظمي، اذا ما استجابت لنا هناك مطالب تصعيديه. ايضا في ملف التظاهرات عقود مفوضيه الانتخابات كانت عندهم وقفه، وعلى فكره وننوه ايضا احنا بعض التظاهرات ننقلها لتسليط الضوء عليها، احنا في صوت عراقي وفي الفرات ما نتبنى أي مطلب لأنه ما نعرف ظروف الدائرة ولا طبيعة العمل ولا طبيعة التعاقد، بينما تظاهرات أخرى كالخريجين والمحاضرين وبعض التظاهرات لا، إحنا نوقف ويا الحق والحقوق، وإحنا بكل الأحوال ننقل هذه التظاهرات عبر صوت عراقي واللي يطالبون بها، وهذا مو معناه إحنا ضد من يطالب بالحقوق، ولكن إحنا نعرض الرأي.